دونك شيف سبرينغ رولز باش نعملوهم بالكاروت رابي بالكاروت رابي كورجيت رابي عندنا بيرسيل وعندنا البصل وعندنا وشويه بلون دو بولي مخصوص جويت دونك باش نستعملوا البلون دو بولي نتاع كويستو هلا وموتزاريلا فيوري دونك هذه البلون دو بولي نتاع كويستو بيان سور كي العاده الشيف ديجا محضر لنا البلون دو بولي مخصوص جويد باش يبدا يخدم بيه ديريكتومون دونك ناخذوا المقله نتاعنا تيفال كما قلنا ما تلصقش وسهل تنظيفها بيان سور عندنا لي برودوي فيب اللي نستعملوهم في تنظيف المعون حاجه بيو ما تهلكناش ليدين نتاعنا نجمو نستعملوها تنظف بالكدي بالكدي وعندها ريحه بنينه برشا به شيف توا باش ناخذ شويه جولدينا جولدينا به شويه جولدينا دونك باش نستعملو الجولدينا بلوس جولدينا بلوس انصاف غيش ان اوميغا 3 اي سان كوليسترول اي زيوت 100% نباتية مصدق عليها من جمعية تونسية للتغذية هاي شيف نحطو شوية جولدينا بليس مش برشا ناخذو شويه بصل باه مش برشا انا حطو شويه كاروت باه نخليو لي ليغوم يتسوتيو في الجولدينا بلوس ونزيدو البولي البلون بولي كويستو كما قلت لي برودوي كويستو تنجمو تلقاوهم في لي بوان دو فونت نتاع كويستو وزيدا في لي غراند سيرفاس ومن بعد باش تزيد لي كورجيت شايفه باهي وشو باش تفوح ملح فلفل اكحل ملح فلفل اكحل جنجبر مرحي نجيب لك الجنجبر دونك عندنا الزنجبيل المرحي الجنجبر سو ماري بارفيتمون مع الدجاج مع الدجاج اي جنجبر يعتبر من لي زيبيس لونسي انفلاماتوار وزيد من الفحات اللي تهدي المعده تري بيان دونك الجماعه اللي عندهم عسر الهضم يفيدهم برشا الجنجبر تفضل ناخذ شويه جنجبر نتاع الذويقه نحب نذكر المشاهدين انه الكوجينه المزينه هذه اللي قاعدين تشوفوا فيها من انتاج اتولي 114 وانتم زاده كنت تحبوا تربحوا كوجينه بنفس المواصفات كوجينه مجهزه ما عليكم كان تتبعوا برامج راديو مسك على 106.9 الفريكونس هذه في تونس الكبرى 106.9 وتنجموا تربحوا كوجينه كيما هذه بمواصفات هذه اللي تراو فيها حاجه مزيانه برشا الخدمه نتاعها متقنه دونك تنجموا تربحوا كوجينه مجهزه تجهيزات كامله شيف وين وصلنا توار السبرينغ رول الفارس نتاعنا حاضر حاضر باش نزيدو شويه موتزاريلا فيوري باه داكوغ مي نجيب لك الموتزاريلا دونك باش نستعملو الموتزاريلا رابي نتاع فيوري لحظة برك شيف نشوف المقص باش نحلك ال نذكروا اللي لي برودوي فيوري
الكلهم مصنوعين بالحليب 100% لي ماهيش بريباراسيون اليمونتير هكا ولا انسى حاجه مهمه جدا انه الواحد كي ياكل لي برودوي لي يكونوا مصنوعين من الحليب بيان سور لازم يكون متاكد من الجوده من القيمه الغذائيه المكتوبه في ظهر الباكي وان شاء الله الناس كل يا ربي يجيها بخير هذا توا الفارس هذه الفارس حاضرة حاضر خلوه يبرد شوية ومن بعد نحطوه في الملسوقة في الملسوقة داكوغ باهي